بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. لما تحدثنا عن أسباب الرزق وعجائبه، طلب منا بعد ذلك أن نتحدث عن المجربات، خاصة أننا أشرنا في نهاية التسجيل السابق إلى أن هناك مجربات. ما معنى مجربات؟ هذه المجربات يعني أشياء راجعة إلى التجربة، ليس إلى النص، لأن هناك مأخذان. المأخذ الأول هو الشرع الشريف، يعني قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في القضايا الدينية أمر لازم للمسلم. هناك شيء آخر هو المجربات. ما هي المجربات؟ المجربات أشياء لم ترد في الدين، وإن ورد أصلها، ولكن معناها صحيح. دعاء، استغفار، فعل خير، أشياء يعني تساعد على، هي عبارة عن أشياء جربها الناس. فمثل ماذا؟ مثل الأسباب الكونية. الأسباب الكونية حينما يحتاج الإنسان إلى مثلا مسهل، فيأخذ مثلا زيت الخروع مثلا، هو مسهل، تمام، هذا بالتجربة عرفه، لا يحتاج إلى دليل لهذا. وكذلك في استخدامات الناس مثلا الدواء، الغذاء، كذا، انه عرفوا خواص معينه. فمن جمله ما حصل، هناك خواص لبعض الاذكار وبعض الافعال التي يعني مارسها الناس فوجدوا لها نتائج. طبعا كما قلنا مرات وكرات، اخواننا جماعه ورد ولم يرد، يمكن ان يعودوا الى التسجيلات السابقه التي فيها ردود. هنا جلسه صفاء، ليست جلسه يعني جلد. لا نجلد هنا المخالفين الذين لا يفهمون إلا بالعصا، لن نتكلم عن هؤلاء الناس، بل هنا جلسة ود وحب لنا ولهم أيضا. إذا حبوا أن يجربوا مرحبا بهم. الاستغفار قلت أصله جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مما جربته وجربه عدد من الناس، كثير من الناس، قضية الاستغفار بعد طلوع الفجر، وإذا كان بين السنة والفريضة أيضا لا بأس بهذه الصيغة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة على الأقل. الأفضل لك أن تجعلها بنية الاستغفار حقيقة، ليس بنية الرزق، وإن كان طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى يعني هذا من العبادة، ولكن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون قصدك في هذا هو النتيجة التي تؤول إليك، لأن هذه العبادة وهذا الذكر بحد ذاته قرب إلى الله سبحانه وتعالى وسبب إلى لقضاء الحاجات. أيضا مما جربه الناس والعلماء والصالحون، وهو وصية كثير من الصالحين، قضية سورة الواقعة. المداومة على سورة الواقعة أيضا من الأشياء التي يعني تسبب الرزق. وأعرف بيوتا بنفسي أعرفها من الناس الذين كانوا في حالة فقر مدقع، بالمواظبة على سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى فتح لهم أبوابا من الرزق ورزقهم. أيضا من الأشياء المجربة وفيها أيضا يعني سبحان الله لها لذة عجيبة، قضية المحافظة على صلاة الضحى. المحافظة على صلاة الضحى وعدم النوم بعد صلاة الصبح، هذه مجربات من مجربات الصالحين. وكان بعض الشيوخ يزجر من يفعل هذا أن ينام بعد صلاة الصبح، يقول لا تنام إلا بعد شروق الشمس وصلاة الضحى إذا أحببت أن تنام، لا تنام بعد الفجر. هذا الانتظار يعني وهذا الجلوس سبحان الله له سر عجيب، وما لا ندري أسرار الكون، نحن لا نعلمها.
زمان في الزمان الماضي كنا نصيد السمك، والحقيقة صيد السمك من المهن الجميلة. لماذا؟ لأنها مرتبطة ارتباطا كبيرا بالتوكل، لأنك لا تعلم، أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى وأخذت بالأسباب. أذكر كانت عادتنا في الصيد هي أن نذهب يعني بعد غروب أو قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو بساعة حينما تظلم الليل، يعني يكون هناك شيء من الظلام، الأسماك لا ترى الناس جيدا إلا إذا كانت الليلة مقمرة. فكل هذه طريقتنا. سبحان الله بدأ لنا بعد ذلك أخذا من هذه الأشياء أن يعني يكون الصيد مبكرا، خاصة في الأثر يقول بورك لأمتي في بكورها. سبحان الله وجدنا الصيد وفيرا في هذا الوقت، في وقت يعني شروق الشمس وجدنا سبحان الله شيء كثير. هذه تجربة لا أدري، يعني الله رزقنا في ذلك الموقف، هل سيرزق كل من؟ الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. هناك أحزاب صاغها العلماء والصالحون والأولياء لها علاقة بالرزق. هناك حزب يقال له حزب الرزق للشيخ السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وهو أيضا مما يعني جربته أكثر من مرة فوجدت له أثرا. حزب الرزق للسيد أبو الحسن الشاذلي وهذا لي معه قصة غريبة سبحان الله. بداية التعرف على هذا الكتاب في دار النهار آنذاك طبعت الأوراد الشاذلية مجموعة الأحزاب، أخذتها من مجموعة القمشخانوية لكن أخذوا الأحزاب الشاذلية بالذات. مدير الدار آنذاك رأني في جامع السلطان حسن وقال حب لو تتكرم أن يعني تراجع لنا هذه النسخة حتى لا يكون فيها أخطاء وكذا. قلت له لا بأس، فأعطاني نسخة. أول ما أخذت النسخة جلست، كان بعد صلاة بعد أن عدت للبيت جلست أذكر، وحقيقة يعني كنت طالبا وحدي وفي غربة والصيف شديد، وكان كنت صائما حقيقة وقتها، لم أستعد للطعام وأنا وحدي، إذا لم تستعد إذا ذهب الطعام. طبعا جلست أذكر، لم يكن قصدي في الذكر هو هذا الشيء. قرأت عددا من الأحزاب وراجعته الخطأ وصوبه، وصلت إلى حزب الرزق يعني قبيل غروب الشمس، والحقيقة والله ليس في البيت شيء، يعني البيت يعني ما كنت مستعدا، لا أدري جاتني هكذا حالة غريبة. وصلت إلى حزب الرزق قرأته أعجبني، قرأته مرة مرتين هكذا، وإذ الباب يطرق ويأتي شخص يقول أنت مدعو للإفطار. قلت يعني هكذا يعني رفضت الدعوة، يعني حاولت أن أعتذر أصر وبشدة إلا أن تذهب وتفطر عندي. قلت سبحان الله. وبعد ذلك جربته الحقيقة سنوات كثيرة فوجدت له أثرا. ولكن أقول لك يعني إذا كنت أنت تطمع بملايين الدولارات وهذه الأشياء وكذا، يعني أنصحك أن لا تفعل الكلام الذي نقوله نحن الآن. لماذا؟ لأنك الله سبحانه لا يحب أن تحدد له الرزق الذي يأتيك، ولو كان شيئا يسيرا قل الحمد لله، سترى رزقا بإذن الله إضافيا. من الأشياء التي أخذتها من تجارب الصالحين، كان علي دين ثقيل جدا يعني يفوق طاقتي على تحصيل المال فترة طويلة، يعني لا أستطيع أن أسدد هذا. حقيقة كان عندي بيت، يعني أخذت بيتا وعلي ديون أسددها والمبلغ كبير، قديما هذا الكلام. فكان عندنا أحد الصالحين من باكستان قال لي هذا ورد مجرب لقضاء الدين. ما هو؟ قال لي بعد صلاة العشاء. والأمر غريب جدا حقيقة، طبعا هذا راجع للتجربة، لا يقول الإنسان بدعة وضلالة وكذا، لا أخوان هؤلاء قلت إيش يعني لهم مجال آخر، طبعا سيقتنصون هذا الكلام ويقصونه والخرافة وغير الخرافة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال لي بعد صلاة العشاء اجلس في مكان مكشوف هكذا ولا يكون حتى على رأسك غطاء، هكذا قال. قلت نجرب يعني الأمر يسير، لا شجر ولا سقف ولا أي شيء، صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 مرة ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقل هكذا يا مسبب الأسباب 500 مرة، واختمها أيضا 11 مرة
بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الأمر والله يشهد على ما أقول، ولست محتاجا إلى هذا. الذي يعتقد أنك من المخرفين وأنك تنصب على الناس وتحتال وتخالف الشريعة، هو لن يصدقك ولو جاء قرآن من السماء، لن يصدقك، لأنه عنده هكذا قناعة بهذا. جلست أفعل هذا، والله فترة قصيرة من الزمن الله جل جلاله يسر أرزاقا، يسر وظيفة، يسر عملا، ما هي مضت فترة قصيرة حتى يسر الله تعالى وفاء، وحتى كان ديون قديمة ميتة منذ سنوات الله أحياها فدفعتها ويسر الله تعالى الأمر. من الأشياء التي جربتها أيضا بنفسي، وكانت نصيحة شيخنا الإمام العلامة العارف بالله المحدث المفسر سيدي نور الدين عتر، وهذه الصيغة صيغة الصلاة السراجية موجودة، ربما تجدها، ربما وجدتها على يوتيوب بصوت الشيخ. الشيخ يقول كل من أعطاه هذه الصيغة، هو يرويها عن شيخي عبد الله سراج الدين، كل من فعل هذه الصلاة وواظب عليها الله تعالى يسر أموره جميعا، ومنها قضية الرزق. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. طبعا تكررها مئات المرات في يومك وليلتك ونهارك، وفي قضاء في يعني أوقات الانتظار، في أوقات المشي، في كذا. سبحان الله، وجدت لها أسرارا عجيبة في الرزق، وفي تفريج الكروب، وفي قضاء الحاجات، في تيسير الأمور العسيرة كذلك. وهذا الشيء أيضا رأي العين، الصدقة. الصدقة حتى وإن كنت محتاجا، حتى وإن كنت فقيرا، سبحان الله، هذا الشيء رأيت له أثرا عجيبا، والله جل جلاله لا يحتمل المن، الله يمن على الناس ولا يمن عليه مرات كثيرة. وسبحان الله، لا بد أن يأتي الرد عاجلا من الله سبحانه وتعالى، لكن لا تنتظر تقول اليوم سيأتي، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. أنت تتصدق من هنا، الله سبحانه وتعالى يعني ربما في نفس اليوم أو بعده بأيام أو بسرعة شديدة أكثر ما تتصور، ربما رزقك 100 ضعف لما دفعت. أقول ربما، وما ذلك على الله بعزيز، وخاصة على الناس المحتاجين فعلا، أو من تتوسم فيه الصلاح والخير، تتوسم فيه الخير والصلاح، وترى أن هذا إنسان يعني يحسبه الجاهل غنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا الصنف من الناس سبحان الله يعني ربما تصيب صدقتك يعني مفاتح القرب لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يرزقك أضعافا مضاعفة. الحقيقة ما من إنسان من الصالحين إلا وله تجارب، وأيضا الأولياء أهل الله تعالى يعطون ويخصون من يمشي معهم بأشياء من هذا، منها الأدعية المشهورة المذكورة في المجربات بعد صلاة الجمعة، يعني قضية الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات والمعوذات مع الإخلاص كل واحدة 7 مرات، ثم تدعو يا غني يا حميد يا مبدو يا معيد يا رحيم يا ودود، اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. هذه 70 مرة أنا جربتها ووجدت لها أثرا كبيرا وسريعا، هذا رأيته رأي العين. في أشياء كانت تقولها الوالدة هكذا بالتجربة أيضا لما سمعناها أكثر، وأيضا اتصلت ببعض الصالحين فذكرها لي، أبيات تنسب لبعض الصالحين، ربما الشيخ الجيلاني أو الشيخ الرفاعي. أصبحت لله ضيفا والله للضيف يغني، أحسنت بالله ظني أن يكشف السوء عني، يا عالم السر مني لا تكشف الستر عني، وإذا كنت في المساء قل أمسيت بدل أصبحت. هذه أيضا وجدنا لها أثرا عجيبا. الأشياء كثيرة والمجربات لا تعد وهي كثيرة جدا، نسأل الله لنا ولكم المزيد من الرزق الحسي والمعنوي، وكل من يجرب هذا سيناله نصيب.
إلا جماعة الاعتراض والاستهزاء والسخرية فلهم نصيب، لكن من شيء آخر. نسأل الله السلامة والعافية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.